فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام يوم عاشوراء هل يكون على التقويم أم على الرؤية؟ صيام يوم عاشوراء بالتحري، ما فيه رؤية، لكن من صام يوم الجمعة ويوم السبت فهو إن شاء الله مصيب، لأنه إما أن يكون صام اليوم التاسع والعاشر بناء على التقويم، وإما أن يكون صام العاشر والحادي عشر بناء على الرؤية السابقة، رؤية ذي الحجة. نعم، فيصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وبهذا إن شاء الله يكون موافقاً لأحد الاحتمالين. نعم، إما العاشر والحادي عشر، وإما التاسع والعاشر. نعم.